مساء الخير. عايز اكلمكم في موضوع رمضان صبحي. موضوع رمضان صبحي اللي محدش يعرفه ان هو ابتدى من 3 شهور. يعني ايه ابتدى من 3 شهور؟ ابتدى توقيعه من 3 شهور، يعني رمضان ماضي من 3 شهور. طب الكلام ابتدى من امتى؟ الكلام ابتدى من اول ما مضوا مع شريف اكرام. طب ليه الراجل مضى؟ الراجل قدامه 3 كوادر في النادي الاهلي يقول له امشي، يقول له مفيش حاجه اسمها تقدير، يقول له مفيش حاجه اسمها احنا معاك وهنعمل لك ماتش اعتزال وي وي. الراجل حط قدامه 5 سيناريوهات. السيناريو الاولاني حط قدامه عماد متعب، عملوا ايه بعد ما عمل وسوى ودى للنادي؟ مشي. حسام غالي عمل الماتش على حسابه ومشي، مفيش برضو تحضير ولا في اداره ولا في جهاز فني ولا في يمسكوه فرقه، وراح اشتغل في الجول. طيب احمد فتحي نفس الكلام، ولا في تقدير ولا اي حاجه من ساعه ما جه من ام صلال، ولا برضو في اي تقدير ليه، راح برضو اتكل على الله وراح برضو مضى في بيراميدز. عبد الله السعيد بعد ما تركي الشيخ اتدخل وجابوا له الفلوس وعملوا له وسووا له، وراح يا عيني مديين تركي الشيخ استماره 6 وما خدوش رايه ان الراجل يمشي بعد ما جابه من بقه مرتضى منصور محدش يعرف ياخد منه حاجه، ومضوه في نادي الزمالك. تركي الشيخ جابوا لهم تاني، راحوا بايعينه. عبد الله السعيد في بيراميدز دخل نادي المئة، مفيش برضه. حسام عاشور وكانت الختمة، وبصراحة كانت وختموها مسك. حسام عاشور نفس الكلام، يا عم يهديك يرضيك يفيدك، يا جماعة أنا عايز أقعد معاكم يا جماعة سنتين. طب أقول لكم على حاجة، أقسم بالله العلي العظيم، حسام عاشور قعد مع سيد عبد الحفيظ قال له أنا نفسي أقعد معاكم سنتين، والسنتين دول اللي أنا هقعد معاكم فيهم انا مش هتكلم ولا اقول لكم لعبوني، بس خلوني قاعد على الدكه. والله ده حصل، خلوني قاعد معاكم على الدكه. سيد عبد الحفيظ قال له مفيش اي اجراء ضدك وانت معانا ومفيش اي حاجه يا معلم وخليك وزي الفل. راح مكلم واحد اسمه وائل في الجهاز الاداري بتاع النادي الاهلي، قال له جهز لي العقود بتاع حسام عاشور، هروح للجنه التخطيط بحسام وهرجع. راح للجنه التخطيط مع حسام عاشور، قال له يلا يا حسام، قال له يلا يا كابتنه. راحوا لمحسن صالح في لجنه التخطيط، قال له قدامك حل من الاثنين، يا الاعتزال يا تشوف لك نادي تلعب فيه. حسام عاشور رايح اصلا انه يجدد، على اساس ان السيد عبد الحفيظ كان قاعد معاه بيقول له وبيقول للاداري يا جهز لي العقود. قال له ازاي انت بتتكلم بجد ولا بتهرج؟ قال له محسن صالح، قال له لا والله ما بهرجش. قال له هو ده يا عم يهديك يرضيك يفيدك. مفيش. يبص لبيبو ما بيتكلمش، حاطط وشه في الارض. يبص لسيد عبد الحفيظ حاطط وشه في الارض. فحسام عاشور ساعتها نزل متضايق. يا عم هو حسام عاشور عمل ايه؟ ده هو عمل ايه عشان تعملوا فيه كده؟ حسام عاشور ما عملش حاجه، والله ما عمل حاجه. عمل ايه الراجل؟ الراجل طلع بيشكر الراجل، ما عملش حاجة. وعاد الفيديو 3 مرات الراجل المسؤول الاعلامي عن تركي الشيخ، اللي هم يا جماعه رجعتوا له عايزين نشوف الفيديو بتاع حسام عاشور، عايزين نبص عليه. جمال جبر عادوا له 3 مرات، المسؤول اللي ماسك لجنه الاعلام في النادي الاهلي. هو في ايه؟ الراجل قدامه شوف السيناريوهات دي كلها وعدم التقدير ده كله، عايز رمضان صبحي ابن النادي يقدر النادي ويقعد؟ لا طبعا، لازم طبعا يبقى الفلوس. انتماء ايه وابن النادي ايه؟ ومفيش كذا ولاد النادي بيحصل معاهم كده، عايزه يحصل ايه؟ ما اشوف الكوادر مين اللي طلع من النادي الاهلي وخلوه معاهم وكبروه وقعدوه؟ مفيش. ده بيحاربوا سيد عبد الحفيظ وهيمشوه من جوه اداره لجنه التخطيط اللي هم محسن صالح وي وي والناس دي، بيحاربوا سيد عبد الحفيظ نفسه عايزين يمشوه، ومحسن صالح قايم بمؤامره عايزين يمشوه، وازودك من الشعر بيت عايزين يودوا خالد بيبو هو اللي يكون مدير الكوره. يا جماعة احنا والله الواحد جواه حاجات عمره ما اتكلم عليها ولا بيحب يتكلم ولا يرغي فيها، بس ما تطلعوش الواحد يا جماعة عن شعوره. الراجل شايف مستقبله هناك،
شيف اكرامي بقى متدخل، تركي الشيخ بقى تقوله متدخل مش متدخل، مع انه والله ما هو ما متدخل اصلا. الشمسي الراجل شايف ان هو هيجيب رمضان صبحي وفرق، بس في خلال سنه هيكون نادي في حته ثانيه خالص. ليه بقى الاهلي بقى بيعمل كده؟ ما تفهمش ليه الاداره بقى بتعمل كده، ما تفهمش ليها رؤيه ثانيه تحترم. يمكن هم شايفين حاجه احنا مش شايفينها، الاداره شايفه حاجه، يمكن محمود الخطيب شايف حاجه معينه احنا مش شايفينها، ممكن الراجل شايف. يا راجل يعني ابني يبقى في حضني وراح ادور عليه، رمضان صبحي يبقى عندي في النادي وراح ادفع فلوس ممكن تجيب لي لعيب من افريقيا يغطي على رمضان صبحي وادفع عدو 3-4 مرات. ما هو كان معايا وقعد يكلم محمود طاهر ويقول له انا نفسي اطلع نفسي اطلع، ما كنتوا تقعدوه؟ طيب حد يدفع في رمضان صبحي المبالغ دي؟ ليه حق الراجل يمشي؟ وعمل اعلان لتايجر اللي هو الراعي الرسمي للنادي الاهلي، عمل له اعلان وخد فيه 4 مليون اول امبارح، تاني يوم راح ماضي في بيراميدز مشغل دماغه. الفلوس يا باشا بتتكلم، انت عندك لسان تتكلم اتكلم بيه، مفيش الراجل يا باشا فلوس بتتكلم فيه فعل. شريف اكرامي راح وهو راح، الكلام ابتدى من امتى؟ من اول ما شريف اكرامي راح وهم بيتكلموا معاه. المجلس نايم، الناس نايمه، دي حاجه بتاعتكم بقى، انا ملناش دعوه بيها. بس رمضان صبحي هيمشي من النادي الاهلي، اللي يطلع بقى يقول انه النادي الاهلي اكبر من اي حد، النادي مش عارف ايه، لا ده عبد الله السعيد راح ونجح هناك وخد نادي ال100 وهداف الدوري لحد دلوقتي. ايه المشكله؟ حبيت بس اوضح لكم بس الحته دي، اشوفكم على خير.